باش نقول لك اغرب رساله وصلتني كنت ناعس في الدار ما بيام عليا وصلت مع الربعه ديال الصباح حتى كيعيط ليا صاحبي تنزل عندي دابا درت لبست هبطت بحالو كنزلت عنده واش نقع عليا قال لي تجبد لي واحد 5 ديال المليون ما عرفت شابت لي مع شي واحد ولا جيب البوليس ولا جيب قيامه كحله ولا جبت 48 ساعه والماكله ما كلتهاش اختي الماكله ما كلتهاش يا ديك صافي فاش غادي ندوز عند الوكيل مش غادي محسن بحالو كادي نورمال قول لي اش كدير اوليدي قلت لي كنقرا مي فاش كتقرا المهم عليناش مابقاش يتدخل معايا بدك خصوصيات يا استاذ راه ما داير والو انا راه عيط ليا مع الساعه 7 حتى داز موراها وعاد باش يعرف الاخر شكون راه ام نعتي اللي واقيلا نعت غلط بغيتو ندير لكم انا كنت شابه انا وهذا السيد السيد هذا شوفوا كاينه كيتشابه معاه فريك مال واش هو هو راه عندنا لكم الصويره اخو لا بوغوس عليه بوغوس عليه الله يسلمك بوغوس انت كاين واه راه جاوي ديما راه هاي التصويره الاخرى كاع راه جاويه الحمد لله ولاد درب السلطان